حسب معرفنا النظرة العامة على الدرس هنخش ونتكلم على أهم ملاحظات الدرس، بس عاوزك معاي ورقتك وقلمك معاي علشان تدون الملاحظات دي، لأن طالما فهمت الملاحظات دي أقدر أقول إن أنت كده فهمت الدرس كله. طيب، أول ثلاث ملاحظات، ودول أهم ثلاث ملاحظات في الدرس دول في الدرس ده يا شباب. لو عندي مستقيمين، المستقيم الأول اسمه لام واحد، المستقيم الثاني اسمه لام اثنين. مستقيم أول فأكيد هيكون ألف واحد سين زائد ب واحد صاد يساوي جيم واحد. طب مستقيم تاني يا شباب، يعني هيكون عندي ألف اتنين سين زائد ب اتنين صاد يساوي جيم اتنين. يبقى أول ألف واحد ب واحد جيم واحد، تاني ألف اتنين ب اتنين جيم اتنين، السين والصاد في طرف والجيم في طرف، السين والصاد في طرف والجيم في طرف. قال لي عندي ثلاث ملاحظات هامين جدا 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 يا شباب. أول ملاحظة، بتقول لي إيه؟ المستقيم دول الاثنين دول ينطبقوا على بعض لو حققوا لي شرط. ايه هو الشرط ده؟ ان لو قسمت الف وب وج في المعادله الاولى على الف وب وج في المعادله الثانيه، يعني الف واحد على الف اثنين وب واحد على ب اثنين وج واحد على ج اثنين، وطلعوا عندي الثلاث نسب دول قد بعض يعني بيساووا بعض، نقدر نقول ان المستقيمين دول مالهم منطبقان. يبقى لو قسمت المعاملات في المعادله الاولى الف واحد ب واحد ج واحد على الف اثنين ب اثنين ج اثنين وطلعوا الثلاث نسب منطبقين يعني بيساووا بعض، يبقى نقدر بكل بساطه نقول ان المستقيم لام واحد ينطبق على المستقيم لام اثنين. يعني ايه ينطبق؟ يعني هما الاثنين يصبحوا مستقيم واحد. بالتالي عدد الحلول هيكون ايه يا شباب؟ عدد الحلول ده بقي مستقيم واحد يا مستر، يعني اشتركوا في ايه تعريف المستقيم؟ عدد لا نهائي من النقاط، وبالتالي عدد الحلول هيكون عدد لا نهائي من الحلول. طيب، يبقى اول شرط لو ثلاث نسب تساووا يبقى نقدر نقول ان المستقيمين مالهم منطبقان. طيب، ناخدوا تاني ملحوظه يا شباب، ان لو قسمت الف وب وج في المعادلة الأولى على ألف وب وج في المعادلة الثانية وطلعوا أول نسبتين بيساووا بعض، يعني ألف واحد على ألف اثنين يساوي ب واحد على ب اثنين، وآخر نسبة ما تساويهمش، نقدر نقول إن المستقيمين دول مالهم متوازيان. يبقى اختل الشرط الأخير يبقى متوازيان، تتساووا كلهم يا مستر منطبقان. طب عدد الحلول هنا يا مستر، عدد الحلول يا شباب ببص على المستقيمين اشتركوا مع بعض قطعوا بعض في كام نقطة؟ ده يا مستر المستقيمين ما بينهم فراغ، ما اشتركوش مع بعض في ولا نقطة، يبقى عدد الحلول هيكون ايه يا مستر؟ صفر. طيب مجموعة الحل يا مستر في الحالة دي؟ مجموعة الحل هتكون فاي. ركز لي بين الجزئيتين دول، في المستقيمين المتوازيين عدد الحلول بيكون صفر لكن مجموعة الحل بتكون ايه؟ فاي. طيب ثالث ملحوظة يا مستر بتقول لي لو قسمت ألف وب وج في المعادلة الأولى على ألف وب وج في المعادلة الثانية وطلعوا الثلاث نسب ما يساووش بعض. الثلاث نسب ما يساووش بعض، يبقى في الحالة دول المستقيمان هيكون متقاطعان. طب يا مستر أي مستقيمين في الدنيا بيتقاطعوا في إيه؟ في نقطة واحدة، يبقى عدد الحلول هيكون حل إيه؟ حل وحيد. حل وحيد ومجموعة الحل هتكون النقطة اللي اتقطعوا فيها اللي هي س وصاد. يبقى لخص يا مستر كده، انطبقوا يعني الثلاث نسب سووا بعض، عدد الحلول بقوا مستقيم واحد اشتركوا مع بعض في مستقيم واحد، يبقى عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول. متوازين يا مستر يعني الثلاث نسب الأخيرة فقدت شرط، إن الأخيرة ما سوتهمش، يبقى عدد الحلول صفر، مجموعة الحل فاي. متقاطعين يا مستر يعني الثلاث نسب ما يساووش بعض. ونخش على الجزئيه اللي بعدها ونخش على المسائل على الملاحظات دي، ناخد جميع المسائل على الملاحظات دي. يلا بينا نخش على الملاحظات. وهنا يا شباب ناخد مسائل على الثلاث ملاحظات اللي احنا خدناها. اول فكره بيديك معادلتين زي كده وقول لي بين لي نوع المستقيمين وعدد الحلول. يعني ايه نوع المستقيمين؟ يعني شوفهم لي منطبقين ولا متوازيين ولا متقاطعين. عدد الحلول يعني شوف هيكون حل وحيد ولا عدد الحلول صفر ولا عدد لا نهائي من الحلول. تعال نشوف احنا قلنا ايه؟ هنجيب الف واحد على الف اثنين، نشوف الثلاث نسب. الف واحد هنا في المعادله الاولى كام؟ معامل س بثلاثه. على ألف اثنين يعني معامل س في المعادلة الثانية كام؟
واحد، 3 على الواحد فيها ايه؟ التلاتة. تعال نجيبه ب 2 ب 1 على ب مين؟ 2. ب 1 يعني معامل صادر كام؟ ب 1 يا مستر ب 2 على ب 2 معامل صادر التاني في المعادلة التانية 5، يبقى بيساوي 2 على 5. تعال نجيبه ج، ج 1 على ج 2، ج 1 على ج مين؟ 2. يلا كده ج اللي هو الحد المطلق 5 على 7، 5 على 7. بنلاحظ يا شباب ان الف على ب، ألف واحد على ألف اثنين لا تساوي ب واحد على ب اثنين، لا تساوي ج واحد على ج اثنين. أنا قلت لك إيه؟ لما يطلعوا الثلاث نسب غير متساويين يعني الشرط الأخير هيكون إيه؟ متقاطعان، يبقى نوع المستقيمين دول إيه؟ متقاطعان. طيب عدد الحلول يا مستر، عدد الحلول هيكون كام؟ عدد الحلول انا عارف ان المستقيمين المتقاطعين يا شباب بيكون بالتقاطع في ايه؟ في نقطه واحده، يبقى عدد الحلول حل وحيد، حل ايه؟ وحيد، او عدد الحلول بيساوي كام؟ واحد، تمام؟ طيب نخش على المثال الثاني يا شباب، بيقول لي اوجد عدد الحلول وبين نوع المستقيمين من حيث كونهم منطبقين ولا متوازيين ولا متقاطعين. تعال نجيب نوع المستقيمين. يلا هنجيب الف واحد على الف اثنين، دي بتساوي ألف واحد معامل السين الأول، مركزين يا شباب، أبسط صورة للمعادلة بتكون السين والصاد في طرف والرقم في طرف، السين والصاد في طرف والرقم في طرف. يلا ألف واحد على ألف اثنين، ألف واحد باثنين، باثنين على الواحد هي اثنين. طيب هنجيب ب واحد على ب اثنين، يلا ب واحد بأربعة على ب اثنين باثنين، أربعة على اثنين فيها الاثنين يا مستر. يلا نجيب ج واحد على ج اثنين، يبقى ج واحد على ج 2 ده بيساوي ج 1 ب 5 على ج 2 بكام؟ ب 3. بنلاحظ يا مستر ان الف 1 على الف 2 بيساوي ب 1 على ب 2 لا تساوي ج 1 على ج 2، ج 1 على ج 2. اذا المستقيمين هيكونوا ايه؟ متوازيان، نوعهم متوازيان. طيب عدد الحلول يا مستر، انا عارف ان المستقيمين المتوازيين يا شباب ما اشتركوش مع بعض في ولا نقطه، يبقى عدد الحلول هيكون كام؟ صفر يا شباب، لكن مجموعه الحل بيساوي 5، تمام؟ طب تعال ناخده اخر مثال في الفكره دي، بيقول لي اوجد عدد الحلول وبين نوع المستقيمين. هنجيب الف واحد على الف اثنين، ده بيساوي 3 على 9 على 3 فيها الواحد، على 3 فيها ايه؟ ال 3. هات ب 1 على ب 2، ب 1 بكام؟ ب 1، ب 2 ب 3، تمام؟ تعال نجيب ج 1 على ج 2، الارقام 2 على 6، 2 على 6، على 2 فيها الواحد، على 2 فيها ال 3. ملاحظين ايه يا مستر؟ ان الف 1 على الف 2 طلع بتولي، ب 1 على ب 2 بتولي، ج 1 على ج 2 طلع بتولي. إذن أ 1 على أ 2 بتساوي ب 1 على ب 2 بتساوي ج 1 على ج 2. التلات نسب انطبقوا على بعض يعني سووا بعض، يعني هيكون المستقيمان إيه؟ منطبقان. طب عدد الحلول يا مستر؟ والله يا مستر المستقيمان انطبقوا على بعض، يعني هما الاثنين بقوا مستقيم واحد، طب اشتركوا في ايه؟ تعريف المستقيم عدد لا نهائي من النقاط، يبقى عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول. طب مجموعة الحل، خد أي نقطة من العدد لا نهائي من النقاط وقول لا أحد الحلول يساوي كذا، تمام؟ ونخش على الفكرة الثانية على الثلاث ملاحظات دول برضه. وهنا يا شباب الفكرة الثانية بتقول لي بيديك معادلتين ويذكر لك نوع المستقيمين من حيث كونهم منطبقين ولا متوازيين ولا متقاطعين، ويقول لك أوجد لي رمز يعني زي ألف كاف أيها رمز. طيب بيقول لي إذا كان المستقيمين الممثلين للمعادلتين دول، قال لي مالهم؟ قال لي متوازيان، ركز في كلمة متوازيان، ارجع لشرط متوازيان، فإن قيمة الألف بكام؟ أنا قلت لك يا مستر منطبقين يعني الثلاث نسب هيتساووا، متوازيين يعني النسبة الأخيرة لا تساوي الأولانيين، طيب متقاطعان يعني كلهم لا يساووا بعض. طب هنا بيقول لي متوازيين يعني الشرط الثاني، يعني بيقول لي إيه؟ أ1
على ألف اتنين تساوي ب واحد على ب اتنين لا تساوي ج واحد على ج اتنين. طيب يلا نعوض. ألف واحد بكام؟ بواحد يا مستر، يبقى واحد على ألف اتنين بكام؟ بواحد. تساوي ب واحد بكام؟ بتلاتة على ب اتنين بألف لا تساوي ج واحد بأربعة على ج اتنين اللي هو بسبعة. بس ركز هنا، هنا بيقول لك ألف لا تساوي ألف، ألف تساوي، يبقى هناخد النسبتين المتساويين، خلاص سيبك من لا تساوي دي. طالما قال لك ألف تساوي يبقى ناخد النسبتين الايه؟ متساويتين. مقص، يلا نعمل مقص. ألف في واحد بألف بتساوي تلاتة في واحد بتلاتة، يبقى ألف دي بتساوي كام؟ ألف بتساوي تلاتة. طيب تعالى نشوف المثال اللي بعده. الفكرة الثانية بيقول لي إذا كان المستقيمان الموصلان للمعادلتين دول مالهم؟ قال لي منطبقان. قال لي فإن كاف دي بتساوي كام؟ أنا قلت لك يا مستر منطبقان يعني الثلاث نسب مالهم؟ متساويين، انطبقوا على بعض. ألف واحد على ألف اتنين بتساوي ب واحد على ب اتنين بتساوي ج واحد على ج اتنين. يلا نعوض. ألف واحد بكام؟ باتنين على ألف اتنين بكام؟ بأربعة. بتساوي ب واحد بكام؟ بواحد على ب اتنين بكاف. بتساوي ج واحد بخمسه على ج اتنين بعشره. خد اي نسبتين لان هنا كاف بتساوي، خد اي نسبتين مع بعض الحل هيطلع صح. خد الاولى مع الثانيه. يلا مقص. كاف في اتنين ب اتنين كاف، واحد في اربعه بتساوي اربعه. عاوز اخلص من الاتنين دي اقسم عليها الطرفين. الاثنين مع الاثنين ده بيؤدي ان كاف بتساوي 4 على 2 ده ايه؟ الاثنين. كاف بكام؟ ب 2. في واحد ياخد الثانيه مع الاخيره، كلام صح هتطلع الكاف. نكمل باقي الفكره، ان لما يديني معادلتين دول ويوضح لي نوع المستقيمين او عدد الحلول ليهم اقدر اجيب رمز في المعادله. يعني مثلا بيقول لي مثال ثلاثه، اذا كان للمعادلتين المعادله الاولى 3 س زائد 2 ص بتساوي 1، الثانيه 12 س زائد كاف ص بتساوي 4، عدد لا نهائي من الحلول. ارجع، احنا قلنا لما يكون منطبقين يا مستر بيكون عدد الحلول عدد لا نهائي، لان المستقيمين اصبحوا مستقيم واحد، وتعريف المستقيم هو عدد لا نهائي من النقاط. يبقى هنطبق شرط بتاع تطابق المستقيمين، ان الثلاث نسب مالهم يعني الف واحد على الف اثنين بتساوي ب واحد على ب اثنين بتساوي ج واحد على ج اثنين. طيب الف واحد بثلاثة على ألف اتنين باتناشر بتساوي ب واحد باتنين على ب اتنين بكام؟ تساوي ج واحد بواحد على ج اتنين باربعة. خد أي نسبتين هطلع الناتج صح. ناخد الأخيرين، يبقى اعمل مقص. كاف في واحد بكاف واتنين في أربعة بتمانية، يبقى كاف دي هتطلع بتساوي كام؟ بتساوي تمانية. طيب تعالى نخش على الجزئية اللي بعدها. مسألة أربعة بيقول لي إذا كان المعادلتين دول حل وحيد، يا مستر ده حل وحيد يعني متقاطعين في نقطة واحدة. التقاطع يا مستر الشرط الأخير، كنا بنقول ألف واحد على ألف اتنين لا تساوي ب واحد على ب اتنين لا تساوي ج واحد على ج اتنين، وده شرط تقاطع المستقيمين. يلا طبق. ألف واحد بواحد على ألف اتنين باتنين لا تساوي ب واحد باتنين على ب اتنين بكاف لا تساوي ج واحد بواحد على ج اتنين باتنين. خد اي نسبتين يطلع صح. يلا ناخد اول اتنين. كف في واحد بكاف لا تساوي، اتنين في اتنين باربعه، يبقى كاف لا تساوي كام؟ اربعه. كاف لا تساوي اربعه. ونخش على سؤال خمسه بيقول لي اذا كان لم اذا كان لم واحد تقاطع لم اتنين بفاي، فان لم واحد ولم اتنين مالهم؟ انت قلت التقاطع بفاي، يعني معنى ذلك إن ما اشتركوش في بعض ولا نقطة، إذا المستقيمين هيكون مالهم؟ لام واحد ولام اتنين. تقاطع الفاي يبقى المستقيمين دول هيكون إيه؟ متوازيان. ونخش على مسائل الرسم البيان. يا شباب آخر فكرة في الدرس ده، وهو بيقول لك أوجد مجموعة حل جزء المعادلات دي بيانية. طيب علشان أرسم المعادلة، طالما قال لي بيانية يبقى لازم ده شرط يكون عندي جدول ورسمة، جدول وإيه؟ ورسمة. هنعمل لكل معادله فيهم جدول، كل معادله ايه؟ جدول. بس بص عشان تحل المعادله وتسهل معاك الدنيا، دور على الرمز اللي ما قدامهاش رقم ودي ايه وخليه في طرف واحده. فبنلاحظ ان هنا صاد ما قدامهاش رقم، هنخلي الصاد لوحدها،
يبقى ص بتساوي، وهعدي السين بعكس ايه؟ الاشاره، يبقى 5 ناقص س. وهكون لها جدول، تعال نعمل جدول للمعادله الاولى اللي انا جهزتها دي. الخانه الاولى اسمها ص، س، الثانيه اسمها ايه؟ ص. حط اي ارقام، صفر مثلا 1 2، يلا نعوض. لما تحط السين بصفر، يعني شيل السين وحط صفر، تبقى 5 ناقص صفر 5. لما تحط السين بواحد يبقى 5 ناقص 1 4. لما تحط السين باتنين تبقى 5 ناقص 2 كام؟ 3. تعال نعمل نفس النظام للثانيه جدول، هنعدي الصاد دي بعكس الاشاره وندخل الواحد هنا، تبقى صاد هتساوي س ناقص 1، س ناقص ايه؟ ناقص 1. تعال نعملها الثانيه جدول، الخانة الأولى اسمها س، الخانة الثانية اسمها ص، نفس الكلام، حط أي أرقام من دماغك، أي أرقام مثلا 0 1 2. لما تحط س بصفر، الصاد تطلع بكام؟ بسالب 1. لما تحط س بواحد، 1 ناقص 1 0. لما تحط س باتنين تبقى 2 ناقص 1 1. تعال نمثلهم. أول نقطة 0 و5. أدي الصفر هطلع ولا أنزل؟ موجب 5 يعني هطلع لفوق، يعني هنا. طيب. هنا بيقول لي واحد، وين السين؟ ادي السين، ادي لك الواحد اهو، اطلع ولا انزل؟ موجب يعني هطلع، سالب هنزل، يبقى واحد واربعه، يبقى هطلع، موجب اربعه، هطلع هنا. تمام؟ اثنين وثلاثه، اثنين ادي لك الاثنين على السينات، هطلع ثلاث درجات هنا. تمام؟ هوصل بمسطره، هنوصل باستخدام مسطره. طيب نمثل الثاني. الثاني بيقول لي صفر وسالب واحد، ادي لك صفر اهو، هنزل ولا اطلع؟ سالب، يبقى هنزل، عندي السالب واحد اهو. بيقول لي واحد وصفر، واحد وصفر، ادي لك الواحد والصفر يعني هقف مكان، مش هطلع ولا انزل. اثنين وواحد، ادي لك اثنين، هطلع واحد. هطلع كام؟ واحد. وهنوصل. هنوصل وهنشوف التقابل. التقابل يا شباب المستقيمين اتقطعوا في النقطة دي، النقطة دي كام وكام؟ السين يا مستر، يبقى مجموعة الحل بتساوي، افتح مجموعة، الزوج المرتب كام وكام؟ 3 و2، السين كانت ب 3 والصاد ب 2، يبقى 3 و2، ده مجموعة الحل. ركزوا يا شباب، مجموعة الحل بنحطهم في مجموعة وداخل المجموعة زوج مرتب، ركزوا في الجزئية دي، يبقى مجموعة الحل نوع المستقيمين ايه؟ متقاطعان، يبقى نوعهم متقاطعان. طيب ده واحد، اثنين متقاطعان يا مستر، أي مستقيمين بيتقاطعان في كام نقطة؟ نقطة واحدة، يبقى عدد الحلول، الحلول بيساوي واحد، حل وحيد. طيب نوعهم قلنا متقاطعان، عدد الحلول بيساوي واحد، مجموعة الحل النقطة اللي اتقطعوا فيها اللي هي س كانت بثلاثة وصاد كانت باتنين. تعالوا نخش على المسألة الثانية، بيقول لي أوجد مجموعة الحل بيانيا، طالما بيانيا يا مستر يبقى جدول ورسمة، الأولى مظبطها ليا على طول، الأولى اللي هي ص بتساوي س ناقص واحد، متظبطة ص في طرف والباقي كله في طرف، نعمل لها جدول. الخانة الأولى س، الخانة الثانية ص، ثلاث خانات يكفي، صفر واحد اثنين، أي أرقام مش لها شرط صفر واحد اثنين. حط س بصفر، الصاد تطلع بسالب واحد. حط س بواحد، واحد ناقص واحد صفر، تمام. حط س باتنين، اتنين ناقص واحد واحد. تعال نعمل للتانية جدول، هنودي السين بعكس الإشارة، يبقى ص هتساوي تلاتة زائد السين، عدت كانت سالبة عدت ب بالموجب، ونعمل للتانية جدول زيها. أدي لك س، ص، تلات خانات مثلا، صفر واحد اتنين. لما تحط س بصفر النتيجة هتكون 3، لما تحط س بواحد النتيجة هتكون 3 زائد 1 4، لما تحط س ب 2 تبقى 3 زائد 2 النتيجة كام؟ 5. تعال نمثل الجدولين دول، أول نقطة صفر وسالب واحد، أدي لك الصفر، هنزل ولا أطلع؟ سالب، يبقى هنزل، عند السالب واحد راح حاطط نقطة. طيب واحد وصفر، أدي لك الواحد على السينات، صفر يعني لا هطلع ولا هنزل، تمام؟ اتنين وواحد، اتنين على السينات اهي، واحد يعني موجب يعني هطلع هنا. تمام، هنوصل دول المسطرة. ادي لك المستقيم الاول وليكن لام واحد،
تعالى نجيب التاني مثلا، انت 0 و3 هدي لك الصفر يا مستر، وهطلع 3 هنا. طيب 1 و4 1 هدي لك الواحد يا مستر، وهطلع 4 درجات يعني هطلع هنا. طيب 2 و5 هدي لك الاثنين يا مستر، وهطلع 5 يعني هنا، واروح موصل كده. تعال نطلع الكلام اللي هنطلعه كل مره، نوع المستقيمين يا مستر، نوعهم متوازيان. طيب عدد الحلول، عدد الحلول عاد متوازيين يا مستر يعني ما اشتركوش في ولا نقطه، يبقى عدد الحلول صفر. ثلاثه مجموعه الحل اللي هي مين جيم مجموعة الحل يا مستر، مفيش حاجة لأن ما تقطعش ولا حاجة، يبقى مجموعة الحل إيه؟ فاين. ونخش نشوف آخر مسألتين في الدرس ده، بنختم الدرس ده بآخر مسألتين، وأهم مسألة دي كانت ملحوظة جميلة جدا، بس نبدأ بدي. هنا بيقول لي أمثل بيانيا أو أوجد في حاء في حاء مجموعة حل المعادلتين دول. أول حاجة طالما بيانيا جدول ورسم، بيانيا جدول ورسم. تعال نشوف الأولى، قدامهاش رقم يا مستر الصاد، يبقى هودي السين دي بعكس ايه؟ الإشارة، يبقى صاد هتساوي 3 زي مكانها زي ما هي، يبقى موجب 3 س تروح بالناحية التانية بموجب سالب 3 س. هنعمل لها جدول س صاد وليكن 0 1 2. حط س بصفر، خلاص الجزء ده راح، اتفضل 3 ناقص 0 3، حط س بواحد تبقى 3 في 1، 3 ناقص 3 0، حط س باثنين 3 في 2 ب 6، 3 ناقص 6 اختلفوا الاشارات، 3 ناقص 6 اختلفت الاشارات، خد اشارتي الكبير سالب واطرح 6، يبقى النتيجه سالب ايه؟ 3. تعال نعمل للثانيه جدول، بس هنا تبقى 2 ص زي ما هي، ودي 6 س بعكس الاشاره تساوي 6 مكانها، موجب 6 س تروح بسالب 6 س. عاوز اخلص من الاثنين هقسم عليها جميع الاطراف. على الاثنين على اي حاجه على نفسها بواحد، 6 على الاثنين فيها الثلاثه، و6 على الاثنين فيها ايه؟ الثلاثه. تعال نعمل لها جدول الثانيه. س ص 0 1 2. حط س بصفر النتيجه كام؟ 3 ناقص 0 3. حط س بواحد النتيجه هتكون 3 في 1 3، 3 ناقص 3 0. حط س مره باثنين تساوي سالب 3. نعمل للتالي ونمثل الجدولين دول. النقطة الأولى 0 و3 هديلك الصفر، هطلع 3 في الموجب في الجزء الموجب، 1 و0 هديل الواحد، 0 يعني اللي هطلع ولا انزل. هنا 2 وسالب 3، 2 هموجب وهنزل تحت عند ايه؟ عند السالب 3. وهنوصل بمسطرة. تعال نمثل التاني، بيقول لي 0 و3 نفس النقطة. النقطة الثانية اللي هي 1 و0 نفس النقطة، النقطة الثالثة 2 وسالب 3 نفس النقطة، يبقى المستقيم انطبق على المستقيم، يبقى المستقيمين انطبقوا على بعض، يبقى نوع المستقيمين دول ايه؟ نوعهم منطبقان. واحد، اثنين عدد الحلول اشتركوا في كام نقطة؟ ده أنا لو قعدت أنقط نقط في إيه؟ جوا على بعض، اشتركوا مع بعض في مستقيم، وقلنا تعريف المستقيم عدد لا نهائي من النقاط، إذا عدد الحلول إيه؟ عدد لا نهائي من الحلول. تلاتة أحد الحلول، خد أي نقطة، أي نقطة تمثل لي أحد الحلول، يبقى مجموع أحد الحلول، خد أي نقطة تعجبك من الجدول حتة. خد وليكن 0 و3، افتح مجموعة 0 و3، ده أحد مين؟ أحد الحلول. ونخش على آخر سؤال وأهم سؤال، هنا بيقول لي هنودي هنا الصاد ما قدامهاش رقم، فهناخد الصاد في طرف واحدة وهودي الباقي عكس إشارته يروح بسالب 2 س. نعمل له جدول س ص 0 1 2، حط س بصفر الصاد هتطلع بصفر، حط س بواحد سالب 2 في 1 سالب 2، حط س مره باثنين سالب 2 في سالب 2 بسالب في 2 بسالب 4. تعال نشوف الثانيه جاهزه، بيقول لي ص بتساوي س، الس في الطرف والصاد والباقي في الصاد في الطرف والباقي كله في طرف، جاهزه هنعمل لها جدول
سين وصاد وليكن صفر واحد اثنين، حط سين بصفر الصاد بصفر، حط سين بواحد الصاد بواحد، حط سين باثنين الصاد هتطلع بكام؟ باثنين. تعال نمثل الجدول، النقطة الأولى صفر وصفر، النقطة الثانية واحد وسالب اثنين يعني هننزل عند السالب اثنين، النقطة الثالثة اثنين وسالب أربعة ديلك اثنين وهننزل عند السالب أربعة، وهنوصل باستخدام مسطرة يا شباب، باستخدام مسطرة. تعال المثل الثاني صفر وصفر نفس النقطة، واحد وواحد، واحد هطلع فوق واحد، النقطة الثالثة اثنين واثنين، اثنين هطلع فوق كام؟ اثنين. خد الملحوظة دي يا شباب، بنلاحظ في المعادلتين دول يا مستر مفيش جيم، مفيش حد مطلق، بالتالي التقاطع هيكون وين؟ عند نقطة الأصل. ركز في الملحوظة دي، لما يكون مفيش حد مطلق يعني الجيم بصفر، التقاطع هيكون عند وين؟ عشان بتيجي اختر المسائل دي، لما يكون الجزء المقطوع في المعادلتين بصفر، إذا التقاطع هيكون عند مين؟ عند نقطة الأصل، يبقى نوع المستقيمين إيه؟ متقاطعان. متقاطعان. طب يا مستر لما يكون متقاطعين انا عارفهم بيتقاطعوا في كام نقطه في التقاطع؟ نقطه واحده، اي مستقيمين بيتقاطعوا في نقطه واحده، يبقى عدد الحلول واحد. ثلاثه مجموعه الحل، شوف النقطه اللي تقطعوا فيها مين؟ نقطه الاصل اللي هي بتساوي ايه؟ مجموعه الحل، مجموعه افتح قوس داخل مجموعه، ركزوا يا شباب، صفر وصفر. تمام؟ وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل توصل كل فيديوهاتنا، وتنزل في صندوق الوصف انا عامل لك امتحان في الالكتروني، خمس نقط اختر تجاوب عليهم وتبعت ارسال للامتحان هتوصل لك درجة الامتحان مباشرة. كان معكم عماد يسري امين من قناة رياضيات. ما تنساش تشترك في القناة.